from Artist Training for Professionals. This is a هذا برنامج كامل وخاص للفنانين المحترفين، فناني العروض، صانعي الأفلام، الموسيقيين والمشتغلين بالفنون المتنوعة. Artist Training for Professional هو الوركشوب اللي أنا مشارك بتنظيمه وإدارته، وتحديداً القسم الخاص بالأفلام، بصناعة أفلام، اللي هو وركشوب كان متوجه لصناع الأفلام أو أي حدا بيشتغل بمجال صناعة الأفلام، من إخراج لإنتاج لكاميرا لأي مجال ضمن مجال صناعة الفيلم، من الأشخاص اللي بالأساس محترفين ببلدانهم الأصلية والقادمين الجدد لألمانيا. الهدف الأساسي كان لهذا التدريب المتوجه لهدول الأشخاص هو مساعدتهم بأنه يخطوا خطواتهم الأولى بألمانيا بشكل احترافي، بحيث أنه يقدروا يعرفوا بداية الطريق من وين حتى يتابعوا بشغلهم الأساس اللي هن مبلشين فيه مسبقاً يعني. فهي كانت فكرة أساسية، هي عبارة عن ووركشوب فيها كم مجسف من المعلومات عن صناعة السينما بألمانيا، عن المصادر المتاحة لدعم الأفلام بألمانيا، الوسائل المتاحة للعرض لتوزيع الأفلام، عن السوق السينمائي بشكل عام. عملونا بعد ما خلصنا هذا التريننج أو الصف، عملونا مثل معرض جماعي لشغلنا، وعملونا هاي الفعالية هلا هون اللي هي لمدة 3 أيام، جمعة وسبت أحد، وكل يوم في إما بيرفورمانس رقص أو موسيقى أو رسم فقط أو لوحات. اليوم قدمت عرضي أنا، حكيت شوي عن شغلي وقدمت لوحاتي. أعمالي مشروع تخرجي هون، والمشروع هو عن الفرق بالنسبة إلي ما بين سوريا وألمانيا، وهو عمل وثائقي تقريبا بطريقتي إلي، فيه أجزاء، هي أجزاء من مذكراتي، الرسمات وصور أنا عملتها بسوريا بزيارتي لإلها.